السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم كنستخرج واحد طرد ديال النحل واحد الغار ونديرو في الصندوق. شاهدوا معايا، قمت باستخراجه من هنا. لاحظوا معايا، قمت باستخراج قدر بالشتاء، ما وصلتش الشتاء لهذا العمق فين كاين هو. نشوفو لاحظ قمت بتحويله، قمت بتحويله إلى هذه الخلية. تحويل ديال هذه الخلية هذه، تلاحظوا معايا ما شاء الله طرد كبير. دي النحل دار عليها العام، الصندوق مملوء بالشات والحضمة، كان في استعداد باش يقوم بالتطريد. بدا كيبني بيوت ملكية، درتو في هذا الصندوق هذا باش غنديه المنحل. المنحل قريب تقريبا واحد 600 متر من هنا. ما شاء الله دابا تقريبا السادسة تقريبا، أي ومازال يقوم بإدخال حبوب لقاح. هانت لاحظ هذه حملة بحبوب لقاح.